البياض لا يعني الجمال، البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة. فالكفن أبيض ومخيف، والكعبة سوداء وجميلة. فالإنسان بإخلاقه وليس بمظهره. لو كانت الرجولة برفع الصوت لكان الكلب سيد الرجال. لو كانت الأنوثة بالتعري لكانت القردة أفضل الكائنات أنوثة. قبل أن ترفع عينك وتطلب من الله المفقود، انزل عينك واشكره على الموجود.